6 4 3 7 5 أوس 7 زائد جوج في 6.4375 أوس أوس 5 زائد 6.4375 ناقص 10 أس 6 في 4 الجذر جذر إكس دونك اللي كاين في الكالكولاتريس يعني الجذر الرباعي ديال 3 يساوي الوغ لقيت عدد موجب اشنو كيعني هذا كيعني ان هاد البلاصه ديال هاد 6.4 ماشي هنا خاصها تكون هنا اذا غادي نبدلها الجهه الاخرى ماشي مشكل دونك هي 6.4375 والصورة ديالها هي 8.0 × 10⁴ دونك حنا كنقربو بشوية بشوية دابا من العدد ديالنا دونك هنا غادي ينزل 6.375 ناقص 1.1 × 10⁴ والسعة هي هاد العدد بي ناقص اي إذن هي 6.4375 ناقص 6.375 تساوي 6.4375 ناقص 6.375 هي 0.0625 بصيغة أخرى هي 6.25 × 10⁻ ناقص جوج يعني قربنا دابا ألوغ عاوتاني هنا نقدر نحسب اولا اي زائد بي على جوج عاد من بعد ندير نشرح فين وصلنا في الحساب دونك هي 6.375 زائد 6.4375 مقسومة على جوج دونك هي دونك المجموع ديالهم مقسوم على جوج هي 6.4605 الوغ فين وصلنا دابا وصلنا لان العدد سي علاش كنقلبو هو محصور بين جوج ديال الاعداد شنو هما جوج ديال الاعداد بي اي اللي هنا وصلنا في ليطاب 5 6 7 8 هنا عندنا 6.4375 ومن الجهه الاخرى عندنا 6.375 ولكن سعة المجال بقي ما كافياش إذن السعة اللي مطلوبة هي 1.0 ناقص 2 إذن غادي خصنا نكملو وهاكي بان طويلة شوية خصنا نتعودو على الحساب
كالكولاتريس غادي نستعملها في الباك وغادي نستعملوها بزاف وغادي نستعملها نكونو سو ستريس ستريسين ومخلوعين والوقت كيدوز او الحارس كي الاستاذ اللي كيحرسنا واقف علينا دونك خاصنا نعرفو نستعملوها كيفاش غادي نتعلمو ليها الوغ ما عمرني شفت شي تلميذ شاد كالكولاتريس وتيلعب بها كيما تيدير بالبورطابل ديالو ولكن خاصنا فاش نتعلمو باش نبراتيكيو خاصنا نبراتيكيو باش نفهمو كيفاش نتعاملو مع الكالكولاتريس اذا ما كاينش ما احسن بحال هذا الحساب هكا اللي طويل شويه ولكن خاص على الاقل كل تلميذ يدير على الاقل واحد جوج ديال التأطير بحال هكا جوج ديال التفرع الثنائي الا بغى يفهم اشنو واقع اشنو واقع في هذا التفرع الثنائي سينو راه ما يمكنليش يفهم غادي يعيا ما يتبع لا فيديو مره وجوج وثلاثه لا بد خاصكم ترسموا جدول تهزوا كالكولاتريس وتبداو تحسبوا معايا كما كنحسب هكا ايتاب باغ ايتاب عاد يبان لكم شي شويه كيفاش غادي كنتعاملوا معاه الوغ وصلنا دابا لهاد ليتاب عندنا 6 فاصله هاد العدد خاصنا نديرو يا اما على اليسار يا اما على اليمين الوغ مثلا غادي نديرو على اليسار حتى نشوف الاشاره ديالو شنو هي دونك 6 فاصله نديرو باللون الازرق 6.4065 ونحسب الصورة ديالو الوغ نحسب الصورة ديالو دائما بنفس الدالة اللي مدخلها في الكالكولاتريس وكنجي فقط وكنعوض الوغ 3.4065 أس 7 زائد جوج في 6.4065 أس 5 زائد 6.4065 ناقص 10.6 في 4 الجذر الرباعي ديال 3 الوغ عطاتنا عدد موجب اذا ماشي هنا كنخصني نكتبو خصني نكتبو اللي من يعني هنا 6.4065 والعدد القيمة ديالو هي 3.3 في 10.4 اي هذا ما غادي نزلو 6.375 وهنا ناقص 1.1 في 10.4 دائما لامدا كيسوى صفر الفرق ديال دابا بي اي و اي دونك غادي نحسبو مباشرة 6.4065 ناقص 6.375 يساوي على 0.0315 اللي هي 3.1 في 10 أس ناقص 2 كنقربو ايوا كون بقات لينا شي دوز ايطاب ابخي ونلقاوها خاصنا دابا نحسبو اي زائد بي اي على جوج يعني هذا زائد هذا على جوج الوغ المجموع ديالهم هو 12.7125 غادي نقسمو على جوج غيعطينا اوكي عدد طويل واحد شوية هو 6.3 0.6 5
الوغ غادي نحطو مثلا الوغ هذا اللي قريب ولا هذا اللي قريب غادي نحطو هنا الوغ نجرب هذا الخطر نحطو في العدد الموجب يعني هنا 6.3 تسعود 0.625 ونحسب الصورة ديالو 3.9.0.625 اوكي إذن 6.3.9.0.625 3.9.0.625 أس بون ما قلتش أنها 3 في 6. هذا أس 7 زائد 2 في 6.3.9.0.625 أس 5 زائد 6.3.9.0.625 ناقص 10 أس 6 في الجذر الرباعي 3. إذا عطتنا عدد موجب مزيان لأن دونك اختاريتو في البلاصة مزيانة. إذا هو 1.1 في 10 أس 4. هنا غادي ننزلو ب 6.375 دائما ناقص 1.1 في 10 أس 4 وهنا الصفر. هنا السي عاد دابا هي هاد العدد ناقص هذا هي 6.